هلو بغداد، حلقة جديدة من سمور زعتر بتبلش هلا. محل مش معقول حدا يفكر انه موجود هون. دينة الريقة تخني بتحكي عن حالة، الريحة بتاخد العقل. طيب عن جد، طيب بعتقد إذا واحد إجا قضى نهار هون بيجيب أخبار، بيكتب كتب عن بغداد. ساعت التليفون الأوضة بدق ساعة 6 الصبح، بتطلعوا بتقولوا شو صار؟ حدا بشي؟ بده يكون كتير طيب، ها؟ أكيد 6 الصبح ونهار جديد ببلش. حلقتنا بتبلش أكيد وين؟ بقاهي وجيمر. المحل بيفتح كتير بكير بس بيسكر كتير بكير، بيحرز. واليوم أول نهار شمس مثل ما شايفين، العاصفة راحت. هلو بغداد، ويا جوعان ليش؟ شو اسمه المحل رايحين عليه؟ زيتون. هو بيفتح بس الصبح؟ اي الصبح من 6 ل 8 كجيمر، يعني كجيمر وقاهي. ايه من 6 ل 8 6 ل 8 مخلص يكون. ايوه والله عن جد بشكرك، وعيد بكير كرمال تاكل قهوه وجيمر. تبدا لا الاستاذ في منك. من احلى العبارات اللي تعلمتها هي تدلل. من احلى العبارات، يعني انت خرجت تتغنج انه يوحد يهتم فيك على الطريقه اللبنانيه، اذا نقولها بتدلل. شو حلوه، شو فيها هيك مثل مش بس حبيب قلبي، بتدلل. شكلها بيشهه ولمعة الشمس عليها من دو. بيحرز مشوار، بعتقد بيحرز مشوار. العجقة الناس فوق بعضها، الكاميونات واصلة، عم يوصلوا بالأوتوكاريات، بيصفوا قدام المحل وبينزل. عجقة عجقة، ما في حدا تحكوا معه. في شي 6 مواصفين برا، في قدهم جوا 7-8 مواصفين جوا اللي هن عم يعملوا الفرن، إن كان فرن إن كان قاهي وجيمر. وهي أول مرة رح ندوق سوا قاهي وجيمر المحشي، يعني شوي مثل الكلاج اللي نحن بنعرفه، محمصة من برا ومن جوا محشية. يا قطر يلا من دو. هينا محل وين كان مخبى يا ويلي. مش بناس عم تاكلوها بتكون سخنة من تحت مسقعة من فوق، القطر بيكون بعد ما تشبع وما شرب مزبوط. هيدي راكبة 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 مثل زنود الست على كبير، إذا عم تخيل شوي مع بعض، مثل اللي بنسميه إحنا كليج رمضان عنا بلبنان. يعني محشية من جوا مثل الكرواسان اللي فيها زعتر، ومن برا محمصة مقرقشة من وين ما كان، دشة شوي محمصة شوي. شو هالاختراع العظيم،
شيء كثير 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 مهم. من الساعه 6 للساعه 8 بيخلص وبقوم بفل. في كميات ناس عم بتفوت مش معقول يعني، بيحرز المشوار اكيد وما بيتصدق اللي عم نشوفه. يلا فتحت الابريه بكير، حلقه جديده من سمور زعتر بتبلش هلا. وين صرنا؟ تاخذ لك جيمو. اه بتاخذ منهم هيدي ترجع تعبي عليها؟ صح. كاي مفتوح من 2007. 2007. شو ليش في عجلات؟ ليش الناس بتاكلها هون؟ والله الاكل طيب ونظيف وسهل وبنفسية. من اي ساعة لاي ساعة؟ فاتحين احنا من 4 الصبح 8 ونص الصبح بس. 4 2 وخلص. خلص خلص 4. بالضبط. عشاء هيك كل يوم؟ والله هو المحل معروف ان شاء الله والنفسية معروفة. خليك تسلمك. تقدر ذوق وشوف. يلا ذوق. اكلنا المحشية وجربناها، هلا صار وقت ندوق العادية. اول شيء كريمة كتير، شقفة حرزانة على الوزن بالايد اكيد، شوكة هون مش موجود، بنلفها نص لفة، سخن مسقع والقطر بعده لهلا عم يحرق اصابيعي. شيء من اطيب ما يكون. عجينة فوق عجينة فوق عجينة، يمكن 7 8 او 10 عجينة رقيقة رفيعة فوق بعضها، مطبوخة، شربانة قطر، شربانة سكر، بالنص شوية جيمر مسقع. يا سلام، شغلة كتير مهمة، مشهور مش بالغلط، والناس بتجي لهون من 4 الصبح عجقة عن جد اسم الله، لأنه فعلا من أطيب قهوة جيمر أكلته ببغداد. محشي طيب وهيدي طيب، اياها من نقي ولا مش واحدة من كل مهم. كله منظم برا، شو وكس كاكين معالق ما فيه، كله بالايدين، تاكله بالايدين، بيصير القطر للركب. وفي حد المحل مغسلة سريعة، منشيل السكر على الايدين وبنكفي. شارع ضيق ببيع موتورات، محل مش معقول حدا يفكر انه موجود هون، مطعم ارشد. احنا 95 هنا. نعم. اي ساعة؟ بالثلاثة الفجر. اي للاربعة. للاربعة العصر. شو بناكل عندك؟ ترويقة؟ ترويقة، تشل فراي، مخلمة، باسترما، عروق، قلية، أي تشريب لحم، باقلة ودهن. أكلة التقليدية العراقية. إيه العراقية. يلا بندوق. إيه وغدا بوزي، إيه بوزي دجاج على التمن، تشريب تمن مربى أنواعه. كرادة 52 مقابل كنافة النابلسي. تشريب لحم. هذا تشريب لحم. اي. هذا الناس بتلعب على الترقية يعني فطور او غدا؟ فطور وغدا. فطور وغدا. اي فطور وغدا. على الساعة 4 الصبح الناس بتاكل تشريب لحم. اي 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 على الساعة 4 الصبح. بعدني مسأل زيت السؤال كل مرة وبعدني لهلا هيك شوي بنصدم، بس برجع بفكر انه احنا بلبنان بناكل لحم نية على بكره، ما
نعم هيدا اللحمة هول هول التحضيرات كنا نصور اللحمة المغلية التشريب اللحم الشاورما الكاس كلهم هن ترويقة هن ترويقة تقليدية ببغداد فعلا ما احنا كمان ني الصبح او كبة سمبوسك مع لبنة ليش لا عم بتعود عم بتعلم وعم باكل عم بنبسط والله مطعم جيد جدا وحلو واكله لذيذ وممتاز بصراحه كلش طيب وحتى خدمتهم جيده جدا بصراحه يعني حلوه يلي بيفاجئ هو بمحل صناعي موتورات مخبر مقفل بتفوت على محل هالقد مرتب ان كان البلاط ان كان الصحون ان كان ترتيب الصحون ان كان المطبخ ان كان الضوء ان كان الارض مرتب نظيف شعبي يمكن بس مش بالمظبوط فعلا بيفتح القبلية شو وصلك لهون؟ سمعة سمعة؟ انت بتجي دايما لهون؟ دايما هون انا صديق والد اسمه سيد ايه سيد عبد الجبار احمد هو بيجي لهون ايه وقال لك انه الاكل غير شكل هو صديق مختار اللي دلاني عليه سبعة ونص الصبح شوربة شوربة تانية وتشريب وخضرة وحر ميزة كاملة وبعد انا جاي متغدى بعد هيك ترويقة لكن بنحط من هاي على هاي شوربة عدس نخلطها هاي مكلمة عروض يعني لحمة مع رز عروض تمام عروض يلا جاهز ناكل مكلمة بلش تفضل بلش بيض وشوية لحمة بندورة قولية هيك حطنا لحم بطريقة لحم حطوا يا لحم مرتب نظيف وطيب بيضة رقيقة مع اللحمة بالنص نتعلكم مظبوط عبيلي اعمل هيك عبيلي اخذ اللحمة حطها على البيض ولفها ساندويش كيف؟ حلوة الفكرة حلوة الفكرة طول ونبسط البيض عظيم اللحمة كتير 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 طيبة وهون زيت شي شافن اللحم مع بيض واو امنة فيك تبلش وهيدي تشريب لحم تشريب تشريب اللحم هي شقفة لحمة مطبوخة لساعات طويلة ببلش يكلوها على الساعة 4 الصبح ما بعرف من وين بدي بلش فيها بعرف انه العظمة عم بتفك عنا بسهولة جيدة جيدة كتير انا رح اوقف اذا انت ما بلشت بس جيدة كتير وهاي هاي هيدي انغرمت فيها لحمة من لفة هاي
رائع عظيم. تاني ترويقة يلا. شاجي قال لك انا الاكل كتير طيب. انت طيب حبيب قلبي روعة. اكل طيب ونظيف. انت طيب انت طيب. غرامة 50,000 يعني $30 تقريبا. منيح بستاهل القانون على الجميع. وين رايحين؟ عند ابو داود. ابو داود هن اثنين اخوي قاعدين بقلب المحل ببلشوا لحم من عبوك العشي بالشارع مثل ما شايفينه، كمان ولا على الطريق ولا في معقول حدا يفكر يجي لهون، بس اسمه أبو داود والدخنة بتحكي عن حالها، الريحة بتاخد العقل. وهلأ رح ناكل لقمة بتذكر القلب كان طري وطيب. هيت رجعنا نتعرف عليهم منذ عام 1964. اشتقنا. الله يسلمك احنا الأكثر. الله يسلمك حبيبي. احنا من الستينات الحج هنا بهذا المكان على الرصيف، وهسه تحولنا هنا لهذا المطعم. زمايلنا معروفين يعني كلها تعرفهم، تجي حتى 5 الصبح وحدة الظهر نعزي. انا متذكر كان القلب طيب والكباب اكيد غشيش والشحم قلت لي اشوفه ها والشحم في هذا ايش شنو كل ما نحن نسميه السودة. سودة. فلفل ابو اللي من شهرين على قد كنت هون وحبيت المحل لدرجة قررت أرجع لأنه فعلاً خيّن قاعدين بالمحل بيشتغلوا من القلب، وهيدا يمكن المحل الوحيد بكل بغداد يلي عنده الشواية بلا ما يكون في ضغط هواء، بلا ما يكون في كومبريسور، بعدهم بهوا على الإيد، على الإيد بنطبخ اللحمة عاروي مثل ما لازم. يلي عم نشوفه هون هو لحمة غنم، لحمة لية. بيستعمل الشقفة يلي هي بيترك لية عليها وما بنظفها، بتطلع جوسي بتنقط طرية غنم طرية ما بتعلق، طعمتها بتاخد العقل ومش حتطلع شيء، مش حتطلع شيء فيها. طعمة اللية اللي بتفوت بقلب اللحمة وبتخدها وبتغمرها. قرشة من فوق ملوحة قوية بتفوت على قلب اللحمة، طرية ومنها مستوية كتير. هيدا المحل مشهور مش بالغلط، وحبيته مش بالغلط، ولحقت احساسي. ورغم اني جيت لهون قبل بيستاهل ينرجع مرة تانية وتالتة ورابعة.
هاي شافت القلب طرير ماي من جوا منا ناشفة وما بتزيزق وما بتعلق. أكلنا قلب قبل بس ولا مرة طيب مثل هيدا، ما عمل شيء ولا نقعه ولا بهره من البراد. في نفس، في إيدين، مكفي؟ هيكو هون سودة ومعلق معلية، حبة هيك حبة هيك. او ماي جود، مثل البونبونة، مثل واحد عم بياكل شقفة شوكولاتة. وبالآخر الكباب لونه أبيض قد ما فيه لية، لحمة لية. أبو داود بيربح، أبو داود بيربح بيربح بيربح. هالطاولة صغيرة، الناس تبلش تشمس على 6 الصبح، شوية بندورة مشوية، شوية لحمة وترويقة. ليك ليك شو اجا بالاخر، ليك شو اجا بالاخر. هاي اللي هاي اللي بتدوب 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 بتدوب. انا اكيد في كثير ناس عم تحضر وعم تقول معقول بياكل لي هيك، ما راح تفهمه، ما راح تفهمه ليش طيبه، ما راح تحسه. لي شويه ملح محام راح مو قبل حد. واو صحه وغنى ان شاء الله. مش اكل هيك شيء بحياتي بحياتي. انتوا ابطال، الله يقويكم. واي ها شو هاي، ما حدا بيطلع مثل هيك. اكلت قلب من كم يوم ناشف كان، او الكباب او لا القلب ما يختلف. لك انتو انتو لك انتو كل شيء بتعقدوا. عندي محل بحبه بحبه بحبه، ابو داود. مش بس خبره اكثر من انك واعي بتحب الزبون تبعك، على بالك تعطينا اكل طيب من قلبك. انت اهم شيء لازم من قلبك تشتغل وتعامل الزبون. انت اذا مو من قلبك يطلع الاكل مو طيب. لا لازم نفسيه طيبه. الله يسلمك. بطل الله يسلمك. عم جد حبيبي انا طاني. صباح فقطعنا دي الكنيسة، قلت ليش ما نوقف نشوف كيف الأجواء الدينية بالمنطقة. كنيسة كتير كبيرة روم أرثوذكس، وهلا ساعة بدهم في قداس، وحبيت كتير الاحترام ستات كلها سوا اللي حاطها على راسها. فقطعنا شوي وكفي بقى. بعد 8:30 حس حالي خلص النهار. شو عملنا أشياء من الصبح لهلا؟ عجقة كتير. أول نهار شغل من بعد 10 أيام تسكير، عجقة كتير. رح نقضيها شوي على الطريق بس ان الله راد بنوصل على اهدافنا وبناكل 6-7 محلات اليوم. خصوصا هدف الساعة 4. الساعة 4 قررت نايم قصاي بكير بيوع الضحكة على وجهه. تعلمنا، اخذت معي 3 صفرات. والهدف الساعة 4 حبيتها. بتقاطع على الطريق قلت لازم نوقف، ما اعرف كيف في شيء 300 كيلو هون عم بيركب السيخ. واو يلا يلا منكفي بعد، بده وقت يرجع تناكل. بس مش معقول ما يتصور شيء هالقد كبير، 300-400 كيلو ما بعرف. فيش 6 اشخاص عم تشتغل فيه.
واحد ما بيصدق انه هون هون بزيت المحل عن زيتون كان في 500 زلمه من ساعتين، نضيف الارض، شالوا الطاولات، ردوا كل شيء محله يلي بيوعه هلا وبيقطع، بيقول اكيد ما محل بيفتح على 10 عروة مثل الحلم يعني. قهوه بعد الوعي الصبح والركض من الاوضه والنقزه اللي اخذتها، قوم قوم قوم، بكش حدا صار له شيء، لا قوم قوم بدنا نروح ناكل، اوكي ابنها. فصار بدها هيك وقفه بالنص شويه قهوه. فتنا على محل اسمه رضا علوان، كثير حلو المحل، الحيطان حلوين، اللوجو حلو، الاجواء حلوه، بروح المحل حلو، الناس اللي قاعدين المرتبين، حبيت المحل كثير. خبركم شيء، هي أول مرة بشوف ستات هالقد بمحل واحد، والكل ميك أب رايح على الشغل، كتير حلو. هيدي القهوة التركية XXL، شم شم ريح. طلبنا قهوة تركية تجي جاينت سايز كبيرة، ريحتها حلوة، كل قشوة وكل قبضة، نحن نقصد في قشوة يعني في قبضة، نحن وجه يعني سمع وجه. قوية وطيبة، فيها تفل شوي، هلا بتركهم يرقدوا ونرجع نشربها، بس حبيتها. حبيت هاي خفيفة، هيك لازم. الفرق بين الطويلة وهيدي المبرومة؟ نفس الشيء، ماكو اي فرق، بس مرات للاطفال تصير سندويشات، حتى الطفل اللي يذب الجوم منها ومنها. زيت العجينة، زيت المكونات، نفس الشيء، نفس الوزن. شفتوا بدي عندكم لونه اسمر، اسمر هاي دايت يستخدموها، بس كمان صمون. ايه صمون، يعني صار في صمون حجري طويل، ايه، وصمون مبروم شو اسمه؟ وصمون دايت، دائري هذا يسمونه عايش، اوكي، وصمون شعير. شعير، شعير اللي هو سكر، ما سكر هو دايت اللي يعني ما بين شويات نهائيا. اها حلو ولا thank you.
قاس كلك لفة قاس كل كشري شبنا صور غير صورنا انت تمت تفتر بكل مكان انت. انا قلت بس قص ما كلم فاضك هون؟ ايش الحال؟ الحمد لله كله منيح؟ انت كيفك؟ ايش عم تبلش؟ موجود من ايدي من ايديك؟ رجعتك طيبين؟ غرفتك حلوة هالشكل؟ ساندويش بعد ما كنت اه تعال تعال شو بعدك هون؟ تعينا بأول حلقة ورجعت بس قاصص شعراته مزبط شوي بيعملكن كشري بحط رز باستا سباجيتي شوية سوسات الطريقة المصرية التقليدية الكشري غير شكل مع البصل المقلي فوق شقف الحمص الصلصة الشعيرية الرز الباستا صحن بيشبع وغير شكل. كم سنة صار لك هون؟ والله قبل الميلاد على مصر الكبير كحول ايوه انا سلام. انت من وين؟ انا من السين وزينب القاهرة. انت من القاهرة؟ مصر. عملت حلقة بمصر غير شكل. مصر نزلت اكلت فول واكلت كشري واكلت كل شيء. ام الدنيا. اي والله ام الدنيا. كيف الكشري زيت الشيء زيت اللقمه يعني مثل ما واحد بياكل بمصر بياكل هون. اي والله عمي زيت النفس. اي والله زيته زيته. ايه رب العالمين الحمد لله. هلا هوي على الطريق. طب ناس كيف توصل لعندك؟ نحن بوش اي جامع السيد سلطان علي. سلطان علي مقابل جامع سيد سلطان علي. الاجواء المصريه التقليديه بالقاهره. لو جاي هنا من الثمانينات كلها مصريين. كلها مصريين. كلك مصري. كلهم فلوا انت بيض. شو في اخبار اليوم؟ شو في اخبار حلوه؟ يه بالشريده في حدا عم يضحك؟ والله اجمعنا الجرايد كل اخبار عاطفه. ولك صحتين. طيب عن جد طيب طيب كتير رز وباستا مع بعض وشعيرية وعدس وحمص يعني كلها بروتينات بتعبي مسامير الركب. هيدا الأجواء حشقة ناس شو تعشغل فايت فايت ظاهر ظاهر وأكل من جميعه وشاي أكيد ما شربنا شاي بعد جميع. سكر مع شاي. طيب. يعطيك العافيه. هاي هم من ايدي اخيرا. اكلت اكلت. لا ما يصير ما يصير ما يصير.
المتحف بالسبعين بالسبعين سابقا ما كان متحف. ومن السبعين لليوم اليوم شو بيفرج الواقع العراقي العائلة العراقية؟ ايه التراث الحياة البغدادية القديمة. وياي كل جمعة صار بيها حفلة مقام أغاني عراقية قديمة بالحفلة بالأعياد. والمتحف البغدادي يلي هو بقلب السوق القديم أجوهم كتير حلوين، رح نبرم بالأسواق ونشوف الحياة النابضة. وهالمتحف القديم يلي فتح بالستة السبعين بيفرجيكم حياة الواقعة البغدادية أو العراقية، وبنقطع من مرحلة لمرحلة لمرحلة كيف الناس بتعيش. بناء قديم حلو يتصور، برمة سريعة ببرمتكم السياحية متحف البغدادي، حطوه على الليستة تشيك. مع انه ضيقة قبل بس كتير طيبة، فلازم نرجع عن جديد. انشئ المحل في 1940 من قبل والد ايه، وسمي بقبة السراي لانه هناك كانت موجودة هل قدامك سراي عثمانية يعني معسكر للعثمانيين، عبارة عن سراية فسموه سراي، وبعدين نشأ سوق السراي وسمينا المحل مالنا سوق السراي. مكوناتك هي نفس الدول العربية كلها، لحم وكرفس وبصل وبهارات وشحم وتنخبط كلها وين ما كان، بس طريقة العمل تختلف. كبة حلب، كبة مادي شنو، كبة تمن، كبة برغل، كبة سراي، هي المحتويات نفسها. كم نوع عندكم؟ هنا عندنا كبة صغيرة وكبة وسط كبة خصوصي. هيدي العملية حبيته يا الزلمة، حبيته كتير مرة الماضي، حسيت انه هيدي الكبة من اطيب ما يكون. اساسا كبة صغيرة وسط او كبير فيها برغل، بتفتحوها اول شغلة هيك من جوا اللحمة، اول ما تقصوها الروايح اللي بتطلع من برا بتاخد العقل، البهارات اللحمة المفرومة اللي البصل مثل كأنه كبة بشحمة تبع صغرتها يلي عنا بلبنان، بس هون هيك كاش حلو، ريحتها روعة. ناخد الخبز حط نقمة ربع وحدة بنحطها بقلب الخبزة، نحط لها شوية شوربة وصوص، بنلفها هيك طيبة طعمتها من برا بتجي كتير طرية شوية، متاكل معجنة مثل الخبزة، من جوا ببلشوا يطلعوا البهارات على المنخار، تشقف اللحم تشبع بتعبي الراس.
مشهورين بالكبة الموصلية، الموصل أهل الموصل يعملوها بشكل طيب، يعني بشكل يا يطاخ شكل رهيب. كبي كبي سموها كبي. هي هلا يا عويق وقالك بصحتك. أنا وسهلا، هلا بيكم عمو دلل حمي فحمي تحطه هون؟ لا ولا لا، هذا غاز، هذا غاز. والفحم لشو؟ للشاي. والشاي بتعمله أي ساعة؟ أي ساعة بتعمله؟ أي ساعة بتعمله الشاي؟ بالأربعة الفجر. أربعة الفجر وبيضل كل النهار هون؟ كل النهار هون. أوكي، بتحط دغري فيه أو بتحط شوي بجرجيت ما يسخن عليه؟ لا، لو بقى يريد واحد وسط أو يريد ثقيل طوف. عظيم، بندوق شاي؟ يعني هسه هذا قديك؟ وحدة، يلا. هيدا ما يسخن للتنظيف؟ ما يسخن. هيدا الشاي. هسه هذا وسطاني. هيدا وسط، وسطاني. بعد في أكثر سكر؟ لا، ثقل مالك شاي، ثقل مالك. أوكي، هيدا وسط وهيدا؟ هو هذا نفس هذا بس أخذ ثقيل أخففه مثل هسه ثقيل خفيف. زبدة؟ مي. لون مالك. هلا ياويك. تاريخ 1917 قالت لي ادارتها ثلاث مسجلين قبلي، اثنين مسجلين، انا الثالث 1963. ليش مشهوره هالقد؟ ليش هالشهره هي؟ مشهوره من قالت لي في حين 63، هاي المده طويله، جاب بالي انه تكون ثقافه الفقير، رفعت عنها الدومنه والطاوله الملاهي كذا، رفعتها عنها هي المقعد بالجو، اصبحت وصلت للطلبه اللي يدرس او عند دراسة خارجيه او كذا، وانشهرت منها لكل انسان يبتعد عن الله وعن كذا، يجي يسمع الاخبار الطيبه. وين ملك التاريخ؟ الى التاريخ الزايد هذه، الرواد الزايدون المثقفين، واصبحت شهره عالميه من ناحيه الثقافه والعلم والثقافه. من اي ساعه لاي ساعه حضرتك هون؟ احنا حسب الظروف الوضع مع البلد، احنا كنا قابلا الى الساعة 4 العصر نغلق المقهى، هسه المقهى تغلق الساعة 12 بالليل. 12 بالليل، بيفتح اي ساعة الصبح؟ الصبح حوالي 6 وقت. 6، وفي قهوة وشاي كل النهار. اي قهوة وشاي وكذا، كل الشيء طيب. تيجي الناس تقعد على وين؟ الله يقويك ويضلك بصحتك. الله يخليك، يحفظك. شرفتني. ما بيشبه ولا واحد من القهاوي اللي موجوده هون ببغداد. مظبوط، موجود على جوجل، موجود بكل الفيديوز تبع كل البلوجرز وكل الصحافه اللي اجت على بغداد، كل العالم تحكي عن زيت القهوه اللي اسمها شامبندر او مقهى الشهداء، يلي هو اول ما تفوت لجوا بتفهموا انه ليش غير موضوع. القعده مزبوط، عرواق، موسيقى ما في، القهوه، الشاي، الارجيله، الناس تجي لهون تنبسط، تتقعد مع بعض تحكي. بعتقد اذا واحد اجى قضى نهار هون بيجيب اخبار، بيكتب كتب عن بغداد، اخبار الناس، اليوميات. هيدي الثالث مره بيجي لهون على رمضان، باول حلقه وثاني حلقه، لانه محل حلو ما فضينا ولا مره نقعد، بس ان الله راد شي نهار بيجي نعمل هيك ساعتين ثلاثه وناخذ اخبار الناس. وين؟ اخر شارع المتنبي باول سوق السراي، ما بيضيع. شارع متنبي، ما تقولوا ما في ناس، في كتير ناس، في كتير حركة. اتعوا بالليل، بالليل الكتف على الكتف، ما بتشوفوا لهون الأرض. وأكيد يلي دقتوا بوحدة من الحلقات القديمة، مطعم قص أبو حسين، لقمته طيبة. شارع متنبي مجدد جديد، حلو كتير، نظيف، مرتب، شوبينج، تجارة، ناس طيبة، أكل لذيذ، سياحة وتاريخ.
يعني فتحت هنا انا بال 2013 2013 اي بس احنا وين المشكله مو هنا لان انا كنت يا اخوي بمحل مال مطعم الكلاس ذاك ب 1958 مطعم والدي يعني قديم شو بالطعم هون هنا انا خوزي وتشريب ومشاوي وريوقات موجود مثلا اي اكل بغدادي كله في بغداد اي ساعه تفتح افتح من 5 الصبح لحد 3 الظهر شغلي مهمه شغلي 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 مهمه مش عم بعرف وين بدي بلش عم فكر اذا بحط هول شوي هون بالنص هيك بكون عندي 3 رزات وعم فكر اذا هيدي الصلصه بحطها هون شوي على جنب ويمكن هاي بنحطها هون وبنبلش 3 انواع 4 انواع من الرز شوية فاصوليا شقفة الدجاجة كلها مطبوخة ساعات الزيت البهارات رز بتلتقوا الناس الطيبين اللي عايشين هون بالحارة يلي بيلفت النظر كل المطاعم تفتح 4 5 الصبح بغداد ما بتنام من الصبح لعشية 5 ببلشوا ياكلوا 3 المطاعم الغدا بتخلص مطاعم العشاء بتفتح على الساعة 4 وانتبهت على شغلي الكل بتلفن لبعضه بحي الله وقت الساعة 6 الساعة 12 بالليل 1 الصبح في حياة ماشية كل الوقت كل الوقت كل الوقت هي تبع البطاطا ما حدا يقول لي اكله مش طيب اكله طيب اكيد اجيتوا اول مره على بغداد واخذوكم على مطاعم الكتير هاي اند والفالي باركينج برا والطاولات والسيارات مش هذا هو الاكل الاكل هو الناس هو الشعب هو الاكل الطيب هو اللي اجى فيها نفس قليل كتير قليل الاشياء اللي اكلتها لما انا طيب كم وقفه صرت عامل صاروا 100 مطعم والكل خير وبركه ونفس وحب وإحساس يلا تفضل رح يخلص شكرا لك شكرا 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 أهلا حبيبي أهلا سام أهلا وسهلا تاكسي فجأة ناس صريخ عيد سبيكرز عم تحكي ومكانات رايحة وجاية وزمامير وعتالة كويت مرحبا واو خمسين سنة وبعد في حدا وراك عم يتعلم تضل وما تموت؟ لا ماكو حد بعد وين ان الشباب؟ كلهم راحوا كله راحوا؟ بطلوا ما يشتغلوا بعد مهنة حلوة؟ ايه طيب اذا واحد خزق قميصه شو بيعمل ايام؟ بكبها بجيب غيره؟ صحيح
ضلك بصحتك. اي أيوة والله يشهد. الضحكة حلوة. الله يخليك الله يخليك. يلا كل هو راح اقدر اشوفك لا شو راح اقول بيستاهل بيستاهل هو راح اشوفك ها واخيرا راح نشرب لنا رقيله نشيش فنجان قهوه شاي هاي المشكله انا متخوف بالعجل شوف حتى المجازفات تاليفه سبحان الله لا والله ما